جي اعملوا لايك 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 شير شير سبسكرايب كمان. مرحبا حبايبي، اليوم على طول رح افوت بموضوع الفيديو. فيديو اليوم جوالي شفتوا؟ نعم. كم مره حكى لي اليوم عزة؟ عزة نعم حبيبي نعم. تعال جوالي جوالي. اوكي بدك تيجي عندي؟ تعطيني بوسه. وري. اليوم رح اجرب اكون ام لطفلين بنفس الوقت. الاطفال هم اولاد خواته لنور، واحد منهم اسمه ورد وهو مثل الورد، وهذا صوته رح تشوفوه وتشوفوا حركاته قديش بيتاكل اكل. والطفل الثاني عسل، واسم على مسمى هيك، عيونه ومنظرها كلها نفس العسل، حبيبه قلبي. بس انا بالعاده متعوده اكون معاهم هيك من بعيد لبعيد، العبهم شوي وبنبسط معاهم وبشوف امهاتهم قديش بتعبوا. اتفقنا انه اريحهم شوي واجيبوهم لعندي ليوم وادير بالي عليهم. اللي بعرفه عن حالي اني بحب الاولاد، بس ما بعرف شو رح يكون رايي بعد هذا الفيديو. سو خلينا نبلش الفيديو. متحمسه كثير 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 كثير. اعطيني ابوس بوس بوس. يا عمري انا يا عمري. يس يس. راح نبلش الفيديو ومعي هل حلوين هالقمرين الاثنين. لا لا نوز نو 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 بالنوز نو. ايوه نيكي اكل نريمان اكل من هون نو نو. راح اكون ام لهم لمده 24 ساعه. راح اعرفكم عليهم اكثر، انتم راح تتعرفوا عليهم اكثر اكيد. قادرين تعرفوا عسل اللي شوي اهدى بس عليها صوت مش طبيعي، ورد الحرك اكيد تقدروا تعرفوا انه ورد حرك. اوكي وبحبوا بعض كثير، بضلهم يتقاتلوا طول الوقت، هم مش اخوات، صار لازم افلت بينهم ونبلش الفيديو. يلا تعالوا تعالوا تعالوا. اهلا وسهلا. يلا تعالوا. اهلين عسلي. اهلا ورد. تعال نقعد هون. محاولات لاجراء حوار مع الاطفال، بس في حوار اخر مع عسل. شوفوا العسل هذا. اويلي 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 انا تاكل؟ فبدي احاول اول مهمه اني اطعميهم هلا. عسل بتحب البيض المسلوق؟ انطعمي عسلي. يلا تعال انطعمي يا امي. اوكي يلا تعال اقعدي هيك اقعدي. اوكي انت هون كمان. طيب يلا تعال احطك هون، حط عسل هون ونحط ورد هون. تعال ابدا اني احطه. طيب تعال الحركه هاي عن جد ما كانش لازم اعملها، انه احطه مره اصلا. شو ايدي ارسته دباني في ايده. فرجيها فرجي الكاميرا ارسته دباني بايده. دخلناك ارستك دباني بايدك. ادري اديني بوز بيضه. ايه ورد بده بيضه. طيب تاكل مع عسله بيضه؟ ايه. اوكي طبعا يعني اغلب المحاولات انه لا. يا سؤالها بيضه في ماي هون. تا 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 تا. شو بدك تاكل انت؟ لا تلعب تلعب ويلي. قصص وحكايات. تعب وين خدا مين؟ ليلى ام نونو. ليلى ليلى عم بحكي قصة ليلى والديب. صح صح. شلحت من رجلها. هبدها البوت. اوكي ما في داعي. كمان ورد صار بده يشلح من رجله. حلو حلو. بدي اترك عسل تمشي لانه اظن يعني لازم يكون حدا معها طول الوقت. شوفوا لي هالعسل هاد، شوفوا لي هالعسل هاد. ايه هلا هلا جاعت بدها تاكل. مام مام هلا لك لك. باي باي. لحد ما تغلي البيضه رح احاول الاقي لها مصير الترفيه. بدك تحط بوتك؟ تعال افرجيك وين نحط بوته. البيضه لا ما بناكل البوت. ها نحط
حطه هون. بده يخبيه. بده يخبيه يطمن انه بوته مخبى هون. برافو. ما حد رح ياخذه، ما حد بيعرف مكانه. هنيك. روح هنيك. شو رايك بس نطعمي عسل نطلع برا؟ ياي. حلو. بعدين الازاز صار كله هيك طبع ايدين. بدك انت كمان؟ يلا ما في مشكله. هوبا. انا تعبت شوي. دور. رح احطها على الارض. هوبا. ليه؟ عجبتها الشغله. يلا. ليش 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 ليش؟ عجبتها الشغله. تمشي هي بتمشي على فكره كل شيء تمام. هوبا. أظن بس الحب اللي بيجي من الصغار إشي مش طبيعي يعني جد. اثنين بنفس اللحظة. جد الله يعين كل أم عندها أكثر من طفل. هلا أول مرة بحس بالموضوع قديش الموضوع متعب كثير. أوكي يلا. هيلا هيلا هوب. هذا أول مليون جيم عن جد يعني. ماما صارت بتهيألي. أحلى إشي إنها بتنادي على نور ماما. يلا نروح. أظن إنه البيضة صارت. أظن إني صرت مدينة ملاهي. يلا يلا. لا 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 حبيبي. نعم 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 نعم. رح ناكل ماء نطعمي عسل. شوفوا هالمقطع. اي راح اطعمي عسل البيضه وورد بشرب حليب يعني بعد حلال فراح اعمل له حليب. محاوله زبطت. اوكي 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 محاوله زبطت. ورد عم بشرب الحليب تمام. كثير صعب. محاولات فاشله يعني. ليلو هاي من جوا يلو صح ومن برا عجبت على الدنيا. بس انزلي هون شوي عند ولد هيك. اوه برافو. بس لا اشرها. اوكي 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 يلا ها جهزت. اوكي اوكي يلا 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 انتي لا لك. اوكي 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 يلا 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 تعي 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 كلي بيضة يلا. اوكي 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 اوكي. طبعا هي بتناديني عدى. عدى نعم نعم عدى. دوق ورد. دوق البيضة. لا ما في محاولة. ورد شوف هاي اللقمة. لا عسل. طعميها طعميها معي. البيضة بيجي عاو. ايه بيجي العاو. يا ماما استني. يا ماما استني. ايه بعدين ما ضل. بدها كمان. خلصنا والله. خلاص ما في ما في ما في. او شوي بس شوي خليني بس شوي. ما في مجال بس شوي. لا 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 تك 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 تك. هوبا 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 هيك 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 هيك. برافو. طبعا انا عارفه انه يعني اليوم رح يكون يوم كثير هيك في حركه. لبست اريح شيء عندي. لبست هيك فستان فضفاض على الاخر ولبست بوت عشان اتحرك وانط. نو 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 نو. هذا العمر يعني عم تمسك كل شيء. تعالوا هلا نطلع نسال وردي. شكرا ورد. جيف مي فايف. شكرا. هاي لورد. يا سلام. اسقي هاي هاي الوايت. ورده الوردي. اي ورده نسقي. هاي هاي. حلو. انت بدك تسأل وردة؟ انت كمان؟ انا. برافو. عم يسوي الحجر. برافو وردة سقينا الحجرة. خسرنا. خسرنا يعني خلصنا. خلصنا. برافو. برافو برافو. فقرة الرياضة. شقلب. شقلب. شقلب شقلب. اوف انا رحت فيها. هوبا. يلا بعادة تعال زبادي. هوبا هوبا حبيبي.
يس. طبعا طلعتهم هم مش لابسين بجريهم. وسيلة الترفيه اللي جات في عندهم خيمة ألعاب فراح نفوت نلعب. ماما ماما ليكني هون. أنا شو بدك أنت؟ لا هذا أنا مش بالنوز. هذا برا مكتشفة هلأ منخارها. من كم يوم اكتشفت منخارها. يلا رح نلعب شوي. فرح أجيب لهم الخيمة. يعني ما بفهم سر عشق الأطفال البيوت هاي. ما يخلص. نعم نعم. كوكو أتلى السلا. أها أوكي. فهمتوا إشي؟ الغني ما بعد هسيسان. هسيسان. شو حلوين. شو بيبي شارك. مامي شارك. Rainbow shark do 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 rainbow shark do 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 هذا بلو. هذا ما احنا بلو دائما بعرف الالوان. هذا شو؟ هذا جديد عليه اللون الرمادي. هذا رمادي صح. برافو. رمادي. هذا شو؟ وردي. وردي صح. هذا شو؟ اخضر. اخضر. لا لا شعرك شعري. هي مسكت لك شعرك عسل؟ ايه. اوكي بس ما بنضربها. خرجت من وراء السيطرة يا جماعة. اظن صار لازم ننتقل على على مقطع ثاني بس احل الموضوع واظبط وضعي هون. بالعافية. يلا يلا بحب اعطيها بوسة. ها شطور. يا عمري انا. أصوات يعني أظن الطبلة طبلة الدان بتنحزق. عن جد صدقا بتنحزق طبلة الدان. صعب الوضع والله يا عسلي. صعب الوضع. لا صعب الوضع. أي 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 الإميات ما في إكسسوارات عندهم. صار في هون شوية غيرة فرجعي فرجيني الواو اللي على إيدي. تعبت زي كأني شوي. يا اللي ببالي بالكم. يس المهمة الصعبة هلا. صار لازم ياكل اشي ما اكل من الصبح من اول ما وصل لهلا. بس شرب شوية حليب شوي كمان مش كتير. بدي اجيب له عنب بلكي شوي اكل. حلو الكنبيات وضعهم مأساوي صار. عنب يلا يلا تعال تعال. لا ما في مجال. بعد ما انت حبه العسل. طب اوكي اوكي تعي اعطيك. خلص انا هعطيك عنب لك. تعي تعي دوري. ايوه كنت مستمتع فيها. يا حبيبي يا حبيبي. لا 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 ما تاكليها ما تاكليها ما تاكليها. العنب اي شيء بوقع منها بتاكله عنب عنب. نقعد شوي هيك نروق نهدي الاجواء. رح افتح التلفزيون شوي صغيره. بلكي بنسمع اغاني مع بعض بنشوف شيء لمده ربع ساعه او نص ساعه ماكسيموم مش اكثر. شو بدك ايش بدك؟ بده كمان عنب. وهي كمان. طيب في عنب؟ كنت عنب خالو؟ كنت عنب؟ شو عملتي على الورد؟ شو هاي؟ لعبة؟ بس 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 العنب؟ شو اسمه هاد؟
هذا خلو بعد بعد خلو بعد بعد نتفرج ما نتفرج خلو بعد بعد طبعا عسل استكشف المكان. مش معقولة عند أغاني الأطفال والكرتون عن جد رهيب. ما بعرف إيش بصيرهم زي كأنه بصير في هيك مسح دماغي. خليهم خلي هاي أوكي. قال في واحدة بحب أشوفها اسمها ديانا واحدة روما. هاي هي ديانا. فترة استراحة التلفزيون لا أحس حالي ميت نعاس وبدي أنام بس اليوم ما خلص. هاي تعي 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 نشوف خالو خالو تعال. اوه طبعا يا حبيبي قبل ما يصير في هون عاصفه في الغرفه بس بدي احكي لكم انه امياتهم قالوا لي انه بيحبوا ينموهم خلال النهار ساعه يا الله فراح اشوف هاي المهمه قديش سهل تطبيقها وقديش رح تاخذ وقت اصلا يناموا هاي الساعه الواحده فتمنوا لي حظا. اوكي اوكي شفتوا ما ولا حظ ولا اشي. لا 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 يلا نحكي حكايه. يلا تعالوا نحكي حكايه. يلا تعال تعال. كان يا مكان كان يا مكان في قديم الزمان لا وين حبيبي بتوقع هلا راسك بصير يوجع ماما ما راحت عليكم النطه. النطه كانت هيك انا هوبا انت كمان هوبا. تعال نام شوي تعال انت يا جماعة تعال تبين نغني خسيسة. نعم حبيبي نعم يلا نام. أظن خبطها بظهرها. لا خسيسة شو حلوين عم بيدوروا يا الله يا عميات الله يكون في عونكم. ايش تعملوا ايش بتسووا كيف تقطعوا حياتكم يعني انا هالكم ساعه مش قادره عليهم. بعدين هي ساعه اتفقنا معهم يجي ياخذوهم. هوبا شربوا مي قالوا حي ولا خي ولا شو بيقولوهم مش لسان بيقولوا خي بتذكر. ورد لا ورد شو ستوجعني ورد بابا شو بجنني. يمكن تعرفوا شو منيح انه ينط عشان يفرغ طاقة عشان يتعب وينام. لا 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 مصارعة الله يكفيكم. لا حبيبي تعالي اظن انه المحاولات بقت بالفشل اني انيمهم لساعه. اذا رح اضلني هون انا رح انام وهم رح يضلهم صاحيين. كثير تعبت انت عارفه انه غلط عارفه انه غلط. هاتي وين 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 عسل وين 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 خلاص يلا تعال يلا عسلي وبهيك يا حبايبي قضيتوا معاي يوم شفتوا فيه كيف اعتنيت بطفلين بنفس الوقت. المهمة مش معقول شو صعبة. هاي ورد باي احكي لهم باي باي. فبحيي كل الامهات والاباء اللي عم بيعتنوا في اطفالهم. اعملوا لايك اشتراك باك لايك شير سبسكرايب كراب كراب أي بعمل ثلاث خمسة خمسة يا حبايبي بهيك بنكون خلصنا الفيديو لهذا اليوم. باي باي نحبكم باي باي بشوفكم فيديو جديد. باي 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 باي, باي.